لنقاش هذا الملف ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية الدكتور جاسم الشمرية الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، حياكم. ما هي أسباب تأخير الاتفاق والإعلان عن اختيار الوزراء الثمانية في حكومة عادل عبد المهدي الجديدة؟ نعم، لا شك أن القضية أعقد من قضية تشكيل حكومة، يعني هي الموضوع لا يتعلق بمن سيكون الوزراء للوزارات الثمانية المتبقية. نعم. نحن ينبغي أن نتحدث عن حالة عراقية لها خلف كبير منذ عام 2003 وحتى اليوم. عليه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ينبغي أن يقوم بواجبه الكبير تجاه الحالة الموجودة في المشهد العراقي. القضية قضية معقدة، الأحزاب الحاكمة في العراق لا تريد أن توصل البلاد إلى طريق آمنة. في أغلبيتهم يعملون مصالح حزبية لا يمكن مصالح وطنية، لا تأتي بخير للعراق. سأتأخر تشكيل الحكومة أن تم ترتيب هذا الأمر خلال هذا الأسبوع. قضية لا تتعلق بالوزراء الجدد والوزارة الجديدة وهل سينجح عادل عبد المهدي أم سيخفق. الموضوع معقد، الموضوع بحاجة إلى إعادة ترتيب أولي في العراق، وبالتالي ينبغي على المجتمع الدولي، على الولايات المتحدة التي أدخلت العراق في هذا النفق، أن تحاول إعادة ترتيب الأوراق في الساحة العراقية. وإلا ستبقى هذه القضية قضية شائكة لا تتعلق بمن سيكون رئيس الوزراء. هم قالوا أن رئيس الوزراء الحالي السيد عادل عبد المهدي هو من المستقلين وأنهم لن يتدخلوا في تشكيل الحكومة، وفي ذات الوقت هم يقولون ب يعني شهادة قيس الخزعلي يوم أمس قال نحن من جينا بعادل عبد المهدي، فكيف هو مستقل وكيف هم جاءوا بعادل عبد المهدي؟ وبالتالي القضية معقدة، وبالذات على قضية وزارة الداخلية. تماما. السيد مقتدى الصدر يقول هو لا يتدخل وترك الخيار كاملا لرئيس الوزراء في اختيار من يريد. في هذا الصدد دكتور، بحديثكم عن هذه المسائل السياسية المعقدة، هناك حتما مكاسب لأطراف معينة على حساب أطراف أخرى، تهدف ربما نسمي هذه الأطراف بأنها كتل، تهدف في صراع حقيقي وواضح للعلن للحصول على حقيبتي الدفاع أو الداخلية. لماذا هذا الصراع القائم؟ وكنتم قد بدأتم الحديث عن تدخلات من قبل مقتدى الصدر. الكل يعني كل من في العملية السياسية هم من الكاسبين، لا يوجد خاسر داخل العملية السياسية، الخاسر الأكبر هو المواطن العراقي المغلوب على أمره. هذه هي الحقيقة الكبرى البارزة في العراق. لكن ما هي المكاسب التي يسعون لتحقيقها من خلال تولي هاتين الحقيبتين تحديدا، الدفاع والداخلية؟ الموضوع يتعلق بالجانب الأمني، يتعلق بالنفوذ في المشهد السياسي العراقي، يتعلق بكيفية الضغط على الأطراف الأخرى بمن يسمونهم الشركاء. هم على الرغم من أنهم جميعهم كاسبون من اللعبة السياسية، رغم ذلك يحاولون أن يحصلوا على مكاسب أكبر فيما بينهم، نتيجة عقود، نتيجة يعني لو تكلمنا عن وزارة الدفاع على سبيل المثال، يعني 30 مليون دولار قيل أن مبلغ بيع وزارة الدفاع وصل إلى هذا المبلغ، حينما يفكر أي عاقل كيف يمكن شراء وزارة بمبلغ 30 مليون؟ قالوا أن عقد الغذاء فقط للجيش العراقي يبلغ أكثر من مليار يعني دينار عراقي، وبالتالي القضية قضية كلام في الملايين. نعم. يمكن الحصول على هذه 30 مليون بسهولة في خلال عام واحد. القضية قضية مصالح وقضية مكاسب من كل من يشارك في العملية السياسية. نعم. وبالتالي الموضوع هم يريدون أن يوصلوا يعني الحالة العراقية إلى ما تريده القوى النافذة في المشهد العراقي. إيران تريد تحقق مكاسب على اعتبار أن هنالك
يعني توغل لإيران في المشهد السياسي العراقي، هنالك كذبة تسمى العقوبات الأمريكية على إيران، يفترض أن يعني دعم إيران في هذه الكذبة. إذن القضية يعني ممكن أن نقول شائكة وبحاجة إلى إعادة ترتيب من الألف إلى الياء، ولا يمكن لأي أحد في الوقت الحالي على الأقل أن يعيد ترتيب المشهد العراقي عدا الولايات المتحدة إن أرادت، ونحن نشك أن الولايات المتحدة تريد خيرا للعراق، وبالتالي الموقف مؤلم، الحالة مؤلمة، وهذا ليس قنوطا وإنما هو تشخيص. سيبقى الأمل كبيرا بأن العراق في يوم من الأيام ينهض من جديد ويعود إلى ما كان عليه في سابق الزمن. أشكرك دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.